مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز، بما انه اخر مره عملنا تشست وباك، اليوم رح نكون عم نعمل باي تراي. رح نعمل ورك اوت تحميه، ما رح نبلش على التريدميل. يلا نبلش سوا. بعد ما خلصنا تحمية رح نروح نبلش تمرين. Hey!
سو مثل ما شفتوا اليوم كنا عم نعمل باي تراي اكسرسايزز. ما تنسوا تنزلوا تكتبوا بالكومنت شو حابين تشوفوا، وهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.